مرجان بأتب زي كتاب ما بيقول مواصفات الجودة الكاملة، يعني اللي غاوي ياكل لحم فص لحم زي الجمبري بالظبط ويمكن احلى. المرجان ابو اتب بالمواصفات ابو الاتب قطع اتفضل. عمرك شفت عندي على الفرش سمكايه نبل؟ انت كل فيديوهاتي ما بتتفرجش عليها؟ عمرك شفته؟ لا ابدا استحاله. سنار ولا لا؟ كله سنار وبتاع يومه، الكلام ده المفروض انا عارفه. زي ما بيقول ابو علي السمك ده بيجي له يا جماعه سنار سيب نزهه، بيجي صيد الفجر بيتحط على الفرش وهو ونصيبه وهو ورزقه. السمكات دي تتاكل ازاي يا حسن؟ كل حاجه، جزل سنجاري كل حاجه، شوربه الله. بص يا جماعه قال لك كل مواصفات عمل مرجان ابو اتب، وهو طبعا استاذها وسيدها الالي، وممكن صينيه وممكن شوربه. دي سمكه مرجان ابو اتب صيد سنار البحر الاحمر. اللي ما يعرفهاش ادينا قلناها له، وهي بتتميز بالاتب ده، وصحه وعافيه على اللي ياكل.